لم تمت، لكنك تتنفس ببطء بعد أن فقدت جنينها الذي خرج إلى الحياة ليغادرها قبل أن يتنفس، متأثرا بإصابتك بالوباء، وبانتظار الخلاص من مرض أقعدك جثة هامدة على سرير متعب كهذا. تتخجل عمة مسك، الشفاء من مرض تتقيأ أوجاعه لليوم الرابع على التوال في ظروف صعبة لا حيلة لتجاوزها. الكريرة قولة. أها، وطحن لي أنا 4 أيام قال إشكال. هنا في هيئة مستشفى الجوف العام ترقد العمة مسك، وإلى جوارها رجاء وانتصار بعد التأكد من إصابتهن بوباء الكوليرا الذي تصل حالات الإصابة به في سجلات مكتب الصحة بالجوف إلى 11 حالة إصابة. 4 تم التأكد من إصابتهن بالوباء، وبإمكانات ضئيلة لا تكفي لفحص واستقبال حالات طارئة قد تأتي. يعلل المأنيون ذلك لعدم معرفتهم ما إذا كان هناك حالات أخرى مصابة ولا يستطيعون إنقاذها أو تفادي وقوعها. المستشفى بحاجة إلى دعم المنظمات المحلية والإقليمية والدولية حتى يكون بمقدوره استقبال أو مواجهة الوباء. فلا زالت لدينا الطرق الوقائية والدوائية كلها تحتاج إلى دعم ووقوف وتضافر الجهود. للمرة الأولى تفيق الجوف على فاجعة كهذه. وباء الكوليرا المرض الأكثر فتكا بالحياة صار هو هاجس المواطنين هنا ومصدر قلقهم، خصوصا وأن أعراض الإصابة به تعانيها الكثير من الأسر المعرضة للبكتيريا المنتشرة داخل أروقة التجمعات السكانية، فيما ينتظر هؤلاء المرضى يد العون لإنقاذهم من خطر ناجز يهدد حياتهم. تتعدد أشكال الموت في الجوف ومعها تختلف الأسباب، فمن يفلت من رصاصة طائشة لا ينجو من الإصابة بالأمراض الوبائية أقصاها الكوليرا في زمن الحرب. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.